مساء الخير. اهي مساء الخير كل متابعي ومشاهدي عيون مصر في كل مكان. نحن الان بقريه الروضه بمركز برج تسمع حفاظه المنوفيه لاستقبال اهالي القريه لابنتهم اسراء بطله العالم في الكاراتيه وحصولها على الميداليه الذهبيه. الان يتقدم والد اسراء ومعه كبار من القريه لاستقبال ابنتهم واهالي القريه من النساء والرجال الاطفال قبل الكبار. أهالي القرية جميعا لاستقبال ابنتهم بطلة العالم إسراء عبد المقصود. والد إسراء في حالة شوق وحالة لهفة لرؤية ابنته البطلة ينتظرها هو وجميع أهالي القرية. في كل أرجاء قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع وانتظار ابنتهم إسراء على أبواب القرية للاحتفال بها.